سيداتي أنساتي سادتي، ينطلق الشوط الرابع الآن، شوط كأس الوث بستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، مسافة 1400 متر أو 7 فورلونج هنا لفئة التكافؤ الهانديكاب بمشاركة 16 خيل من الخيول القوية والمميزة. هذا الشوط المخصص لعمر الأربع سنوات فما فوق هنا على المضمار العشبي، سباق آخر من سباقات الخيول العربية الأصيلة، منافسة مثيرة ننتظرها، منافسة ممتعة، منافسة قوية، المسافات لا زالت متقاربة، لكن أيضا الصدارة المبكرة إلى ماكرة وريان كوراتولو، المركز الثاني التواجد من تغزل وجانجيك، بينما المركز الثالث أيضا التواجد بالنسبة لبرادو دوبانشير وهاري بنتلي، هناك على السياج الخارجي أيضا يتواجد لدينا هشام الخالدية وبرناردو بيني هيرو، بينما في المركز الخامس العاصف مع رايستن فرنش، هناك أيضا في المركز السادس شجاع مسقط مع اشتيبان مازور، في المركز السابع المميز مع أدري دي فريز. هذه هي المراكز السبعة الأولى، التنافس سيكون على أشد بكل تأكيد، عملية التسارع حاضرة وعملية الالتفاف في المنحنى الأخير، هنا عملية المنعطف الآن، لكن شاهد عملية الانطلاقة القوية، يا سلام على أشتون توريتس الآن مع دين أونيل يتصدر بكل جدارة، هل سيحافظ على جدارته أشتون توريتس؟ لا يا سلام، شاهد عملية الانتصار، شاهد عملية التقدم، يحاول أيضا شجاع مسقط، يا سلام شجاع مسقط هل سينتزعها؟ شجاع مسقط، شجاع مسقط هو الشجاع، هو البطل، هو الأول، يا سلام على هذا الانتصار، يا سلام على هذه اللحظات المثيرة، روعة 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 كانت النهاية بالنسبة لشجاع مسقط.